أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية المملكة 2030 تتوافق مع برنامج قمة العشرين، مؤكدا على وجود ترحيب كبير من قادة دول القمة لرؤية المملكة. جزء من نقاشات المجموعة اجتماعات القادة كانت تتحدث عن برنامج الاستدامة 2030، وأكدنا على أن رؤية المملكة 2030 تتواكب مع هذا البرنامج، ونعتقد أن هناك ترحيب كبير جدا سواء في على مستوى قادة المجموعة دول المجموعة وعلى مستوى اللقاءات الثنائية التي عقدت. أنا عقدت اجتماعات آخرها أمس مع وزير المالية البريطاني، وكان عنده استعداد كبير جدا لدعم المملكة في تحقيق رؤية 2030.